الحاجه بتموت اندست على المحور واحنا انقذناها. بسرعه يا جماعه نروح منه لله اللي خبطها وجري. تعالى هنا هنا بسرعه هنا في الميه. بص عايشه اطلق السمك بالراحه بالراحه. وانت على قد السلطه. يلا حاضر السلطه اهي. الحمد لله انقذنا السلطه. السمك السمك الحمد لله انقذنا السمك. يا جماعة احنا متجمعين النهاردة عشان نتكلم في مشكلة كلاب الشوارع. طبعا زي ما انتوا عارفين كلاب الشوارع بقالها فترة طويلة جدا بتشتكي من اوفر بوبيوليشن وبقت منتشرة بأعداد كبيرة جدا. احنا طبعا بنعمل اللي نقدر عليه هنا وبنساعدهم ونعالجهم، لكن للأسف الأماكن مش كفاية. الأماكن مش كفاية، الأماكن مش كفاية. سقفوا يا جماعة سقفوا بقى. الأماكن مش كفاية طبعا. عشان كده أنا شايفة إن الحل الوحيد هو تعقيم الكلاب. صح، أنا مع الأستاذة في كل اللي بتقول، معاها في كل كلمة. بعد إذنك يا أستاذة، أنا حقيقي شايف إن الحل الوحيد هو تعقيم الكلاب. يعني لو كل واحد فينا ينزل محمي كلبه عن طريق الديتول مثلاً أو الكلور، أو لو كلبك أبيض ممكن تضيف زهرة وما تغسلوش مع حاجة ملونة. ولو كل ده مش موجود انت ممكن بفوطه زفره ترجع كلبك فابريكا. يا استاذ حضرتك فاهم تعقيم الكلاب غلط. امال هو ايه؟ اي يا ولاد الكلب ليه كده؟ ده اذى. هو ده الحل الوحيد. حل ايه بس؟ ده الكلب ده صديق الانسان، ينفع تعملي في صديقك كده؟ ده احسن له صدقني. احسن له ايه؟ يعني بهجت مثلا صديقي من 25 سنه. بهجت؟ ها؟ انا عمري فكرت اعقمك؟ ولا فاتحني في الموضوع اصلا. على فكرة أنا شايفة إن التعقيم ما يقفش عند الكلاب وبس، أنا شايفة إن كل الرجالة الخاينة هم كمان لازم يتعقموا. ليه؟ ليه ما تتطلقي وتحاشيهم من الأول خالص؟ وأنت جوزك لازم يخونك على فكرة. لو سمحت خلينا في موضوعنا. يعني مثلا إمبارح عقمنا سلطان. سلطان مين اللي عقمتوه؟ دي كدابة أوعى تصدقوها، أنا زي الفل ومستعد أثبت لكم. سلطان الكلب. ما تحترمي نفسك بقى، أنا مستحملك من الصبح. الكلب ده اسمه سلطان. الكلب ده اسمه سلطان؟ أيوه. عقمتوه؟ ايوه. اتاريه مكسور، ربنا ينتقم منكم يا رب. سلطان عايزك. بعد اذنك بس ثانيه، ما تقولوش حاجه وانا مش موجود. ها فدلوقتي هو ده الحل الوحيد ان احنا نعقم الكلاب. عايز ايه يا بهجة؟ انت عايز ايه؟ اقول لك ايه؟ هات عربيتك، عندي كشف مستعجل ولازم اروح العياده دلوقتي حالا. طب انا اروح ازاي؟ يا سلطان ما تطلع على الشارع بره، في المواصلات بتعدي كل 3 دقايق. طب ما تروح انت بالمواصله. مش هينفع يا سلطان يا ابني، الحته مقطوعه جدا بره، مفيش حاجه بتعدي.